اشتهر عند كثير من النساء. نعم. Il finit beaucoup parmi bonnes madames. وصل الشعر. يعني شعر يصلوا بشعر آخر. شعر مستعار. Il finit beaucoup bonnes madames qui sont faits, sont faits, sont mid hairpiece. نعم. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن دفن. بل كبيرة من كبائر الذنوب. إيش هذا يعني كم بمقوبيسي؟ السفور يعني خروج المرأة سافرة بلا حجاب. إبن مدام كي صوتي لا زود لاكوز بامت حجاب لزود. سفر المرأة بلا محرم. إمدام يفايازي سا إمحرم أفكلي. اختلاط النساء بالرجال. بن مدام يبلانسي عطيك بني مشي. هذا الرسومات الوشم يسمى. تاتو. نعم. لا الدائم. تاتو. لا يزال أبدا. هذا هو. أي نعم هذا أيضا من كبائر الذنوب. أراد أعداء الإسلام إفساد البيت بماذا؟ بإفساد المرأة. لأنني إسلام زدنا في دتري إسلام با من دستريكشن قد بن مدام. ثم جعلوا أن الأصل في المرأة أنها تخرج لا تبقى في بيتها. تعمل. لوريزين كي مدام يبارس دهون لكو يسوتي عليه لكو سبيتي أتراهاي. قلنا عمل المرأة الأصلي هو التربية، تربية الأولاد، الحفاظ على الزوج، الحفاظ على العائلة. نجي كي لوريزين مدام سي بو لي إلفي سون سانفان، سي بو لي بوان كا افيك سون إمشي، بو لي بوان كا افيك لكو سون إمشي. لا مانع أن تعمل المرأة. إي با دي فان بو مدام تراهاي. لكن لابد أن تأتي بحقوقها. Mais il besoin vient avec son bon l'obligation. الحقوق التي لها وعليها. L'obligation doit qu'il en a l'oli et pour la restant aussi. ألا يكون العمل مخالفا للشرع. Qui sa travaille et pas contradique sa qui charia vient avec. كان تعمل مثلا باختلاط مع الرجال. Par exemple, pour lui travaille dans l'endroit où il en mélange femme avec homme. يلزمها العمل مثلا بترك الحجاب. Et travail qui vient faire, il oblige les poulies qui t'hijab. فعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى. يبن مدام بزودنا لفريا الله سبحانه وتعالى. وأن يعلمنا أن من ترك شيئا لله عوضها الله. من تركت شيئا لله عوضها الله خيرا منه. Connais-tu celui qui quitte quelque chose pour la cause Allah. Au plaisir Allah, Allah vous donne une qui est plus meilleure que ça.